وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جعفر المرسومي. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل. بداية، اللجنة المالية النيابية تقول إن العراق عاجز عن التحكم بسعر نفطه وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم به. فنيا، لماذا لا يملك العراق تحديد سعر النفط الذي يبيعه هو من أرضه؟ العراق لا يملك قدرة التحكم في سعر النفط العالمي. هذا السعر تحدد أساسيات السوق العالمية اللي هي قوى العرض والطلب. ثلاث أشخاص فقط في العالم هم الذين يتحكمون بسعر النفط العالمي: ترامب وبوتين وولي العهد السعودي. هؤلاء إنتاجهم النفط يزيد عن إنتاج أوروبا، وبالتالي قدراتهم في التأثير على مسار السعر العالمي يبدو أنه كبير جدا، وما حصل في الايام القليله المقبله عندما زادت هذه الدول الثلاث من انتاجها وما ادى الى حصول ضخمه في المعروض النفطي دفع سعر النفط الى التراجع الحاد من 86 دولار للبرميل الى 60 دولار، وبالتالي هذا ناجم من الطاقات الانتاجيه الكبيره لهذه الدول الثلاث، في حين العراق طاقة الانتاجيه ما زالت محدوده في حدود 4 ملايين ونصف برميل يوميا. فلا العراق ولا اي دولة اخرى من دول الاوبك قادر على التحكم في سعر النفط. طيب، على ماذا يعتمد او ما هي الاليات التي يتم بها تسعير نفط العراق؟ سعر النفط العراقي على وفق اسعار القياس العالميه. النفط الموجه للاسواق الاوروبيه يسعر على وفق خام برنت، والنفط الموجه للاسواق الامريكيه يسعر على وفق خام اراجوس، والنفط الموجه الى السواق الآسيوية وهي النسبة الأكبر 67% من الصادرات العراقية للأسواق الآسيوية يصدر على متوسط خامي عمان ودبي. طيب، إذا كانت مشكلة تسعير النفط وانخفاض سعره وقتية كما يقول البعض، لماذا تطالب اللجنة المالية في البرلمان إعادة تسعير النفط من في الموازنة؟ الحقيقة اللجنة المالية في البرلمان العراقي يعوزها الخبرة والدراية والمقدرة على فهم أساسيات السوق النفط العالمية ومسار السوق النفطية. أي تقلبات اللي حصلت في الأيام القليلة القادمة يمكن لها أن تنتهي مع اجتماع أوبك المقبل في شتى كانون الأول، لأن السعودية في الشهر المقبل تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل، وهناك تلميحات بأن اجتماع أوبك الجديد سينجم عن تخفيض في إنتاج نفط الأوبك بالتنسيق مع روسيا، وربما يصل هذا التخفيض إلى 1,400,000 برميل يوميا، وهذا من المحتمل جدا يدفع بأسعار النفط مرة أخرى على الأقل نحو 70 دولار، وبالتالي سعر 56 دولار هو يبدو لي أنه سعر معقول حاليا، ما زال سعر برنت حدود 60 دولار، وبالتالي سعر النفط العراقي اليوم هو يقترب من 56. لكن هناك خبراء يقولون دكتور ان العراق يخسر يوميا 80 مليون دولار بسبب سعر النفط المعتمد حاليا، كيف سيؤثر هذا النزيف على شكل الموازنه ومن ثم تحسين الحاله المعيشيه للمواطن الذي يعاني من البطاله وضعف الخدمات اصلا؟ كل دول اوبك، كل دول العالم مصدره النفط اليوم تخسر بسبب انخفاض اسعار النفط. هذه مساله حسابيه واضحه، لكن الانخفاض اللي جاي يحصل اليوم هو انخفاض في عام 2018، وموازنه العراقيه محسوبه على 46 دولار في موازنه 2018، بينما متوسط السعر اللي يباع به العراق في عام 2018 ما يقل عن 65 دولار، بل ان متوسط بيع سعر النفط العراقي خلال ثلاثه اشهر يقترب من 70 دولار. هناك فائض في موازنة 2018 أكثر من 10 مليارات دولار موجودة في حساب وزارة المالية العراقية، وبالتالي تهويل هذه المسألة أعتقد أنه ليس بالأمر الصحيح. الكل يخسر، والسعودية الخاسرة الأكبر من هذه العملية. إلى أي مدى سيؤثر الصراع الأمريكي الإيراني على الموازنة المقبلة، لا سيما وقد قررت الحكومة في بغداد الانحياز إلى إيران في أزمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الحقيقة من الناحية العملية كل التحويلات العراقية بالدولار الأمريكي متوقفة منذ زمن
ليس بالقصير، لأنه أصلا هي الأموال العراقية النفطية عندما يبيع العراق نفطه تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي من هناك من صندوق تنمية العراق يجري التحويل إلى حساب وزارة المالية. العراق لن يستطيع أن يبيع برميلا واحدا للنفط بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي العراق سيعجز عن بيع نفطه إذا ما قرر الانحياز عمليا إلى الجانب الإيراني. لكن لا يكفي بأي حال من الأحوال أنه تتوقف العلاقات الاقتصادية مع إيران، لأن يعني الحدود 1000 كيلو متر، هناك 19 منفذ حدودي فرعي، هناك مئات من المنافذ غير الشرعية، ممكن أن يجري تهريب الدولار الأمريكي من هذه المنافذ وتستمر التجارة مع إيران قائمة. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جعفر المرسومي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.